الامتحان بيبقى بخمس درجات كل ترم، مجموعهم 10 خمس يعني بياخد افريج كده خمس درجات بيزودوكوا في امتحانات الميد ترم. في امتحانات بونص، في ميد ترم، في ترم، وفي فاينل. جميل؟ قول تاني، في بونص، في ميد ترمز، في ميد يير اللي هو الترم، وفي الفاينل. جميل؟ امتحان البونص بتزودكم لو انتم ناقصين في امتحان الميد ترمز. الميد ترمز اصلا مجموعها كلها على بعضها 10. فانتوا عندكم اربع امتحانات بونص، مجموعهم الافريج بتاعهم خمس درجات، بيزودوكم لو ناقصين في امتحان الميد ترمز. جميل؟ امتحان بقى الميد ترمز عامل ازاي؟ بيبقى في واحد ريتن، في ثلاث اسئله ريتن، في واحد بيكون داتا شوك. الكلام ده دلوقتي امتحانات البونص هو اللي فيها ريت شوك ام سي كيو عشان. بعد كده في امتحانات الميد هي بتبقى ام سي كيو، امتحانات الفاينل بتبقى بقى فيها ام سي كيو ريت. ايه دكتور؟ أول ثاني مين هو من أول؟ أول إيه بقى؟ أول خالص؟ طيب أول ثاني من أول. عندنا أربع أنواع امتحانات في الهيستولوجي. بونص، جميل؟ البونص في تاني؟ ميد تيرم، ها؟ ميد يير، وفاينل. البونص أسئلته بتبقى إيه؟ في إم سي كيو وفي داتا شو. هنتكلم عن شو؟ هنتكلم عن إم سي كيو. الميد تيرم في الترم الأول بيبقى ريتن، والترم الثاني بيبقى داتا شو. جميل؟ الميد يير بيبقى كله ام سي كيو. الهيستولوجيك مهم ام سي كيو ماتشنج يعني. الفاينل ام سي كيو ماتشنج وريتن. جميل؟ هنتكلم عن تفصيل امتحان البراكتيكال دلوقتي بس هنبتدي المرحلة. القسم على فكرة الدكاترة كانوا طيبين جدا، من أجمل الأقسام في الكلية بقى تحبوه. الدكتور هند معايا، الدكتور هند رئيس القسم معايا رجل، بس هي يعني أنا دخلتها امتحان شاف الدكتورة يعني على يعني تحبهم جدا. كان رئيس القسم شغال اسمها دكتور إيمان صادق، هي صراحة كان أحسن رئيس قسم شفناها، كل الناس أجمعت على كده. بس أنا دلوقتي بقى أساس سنة فحطيتكم يعني إن شاء الله الدكتور هند أكون زيها على فكرة. الدكتورة هند كويسة جدا، لطيفة جدا في التعامل مع الطلبة، كويسة جدا في الامتحانات الأولى لو دخلتوا لها. نبدأ نتكلم عن الهيستولوجي. طيب هيستولوجي، هيستولوجي ايه هو الهيستولوجي؟ طيب خلينا نتكلم عن الهيستولوجي نعمل زي ما قلنا ليس كلمه تصريف. هيستو اللي هو تيشو. جميل؟ النص الثاني لوجي اللي هي لوجي ساينس زي ما قلنا مثلا في الجامعه ايه؟ الترمينولوجي ولا الترم المصطلح لوجي اللي هي العلم. تيشو ولوجيا علم او يعني ساينس اوف تيشوز علم الانسجه. مش كده سوري؟ بعد احنا برضه لما اتكلمنا قلنا اناتومي، قلنا درسنا لا الاورجن ليفل والسيستم ليفل. ده اللي هيعيش في حياتنا. درس في الكيمستري والكيميكال ليفل. لا بقى دول ما درسناهمش. السيلول ليفل والتيشو ليفل. ده الهيستولوجي. الخليه والنسيج. جميل؟ بعد كده لما الصورة دي كده بعد 4 سنين ان شاء الله تكون اخدت كل حاجة وبعدها في الجسم. الاول من الشيء الاغلب بيكون الهيستولوجي الخلايا او الانسجة. الكيمستري جوه اكتر. الكيمستري جوه اكتر. الكيمستري جوه اكتر جوه الخلية. شوف الحاجات على مستوى الموليكيولز الجزيئات نفسها. طيب دوس على طيب عشان ندرس التيشوز عندنا محتاج اول حاجه ده انتروداكشن. ده انتروداكشن بتاع البق يعني في اول جزء في المعنى ده انتروداكشن. عشان ندرس التيشوز محتاج مايكروسكوب. طبعا انتوا عارفين مايكروسكوب ده ايه صح؟ وعارفين مايكروسكوب نوعين صح مش صح؟ اول نوع اللي هو مايكروسكوب اللي هو بيصنع عارف مش عارف ازاي؟ النور بيخش من تحت سلايد بيطلع من العدسه
السؤال هنا يطلع يجي عليها يطلع في عدسه يجي في عدسه ثانيه تدخل هنا في الزاويه الشمالية. ده بالنسبه بقى للميكروسكوب. في ثاني دي اللي هي بتسمى الميكروسكوب هو عشان كده بقى الميكروسكوب بيشتغل ازاي؟ الماركر بتاعها بيشتغل ازاي؟ ازاي بتطلع الصوره على الشاشه؟ على في معنى حسمات حد يعني قال نوايا في ريد بلاد سيل فيها نوايا
Love you.
مش جورجي ومش جورجي، هو اسمه جورجي أمبريكس. كده نسبة إندوبلازمك الجينة، الشبكة الإندوبلازمية. دي فكرة عن الأورجانيزم الأخدود، بس طبعا في حاجات كتيرة مش باينة هنا في الصورة. في حاجة إيه ده طيب؟ إيه ده؟ الأصفر. لا مش سنترسول. ده سنترسول. حاجة سنترسول لسه أكبر منها إن شاء الله في الصورة اللي هتعملها. آخر حاجة عندنا بنبدأ في مكان فاضي هنحط فيه حاجة اللي هو الانكلوجنز. يعني إيه انكلوجنز؟ في حاجات في السر لا هي جزء من الناتريكس ولا هي جزء من الاورجانيز، مش موجوده في كل السيلز، اختلفت واحده ثانيه. ده عامل في الصوره دي. ايه ده؟ ايه الخيال ده؟ انا كنت عايزين ما حدش يفهم عنده اكثر من ايه؟ عندك؟ طب ده انت عارف الصوره دي بتشتغل بكام؟ مش عارف ايه؟ طيب الصوره اللي عامله زي الخيال دي، دي غريبه. جميل؟ الابيض ده البقعه اللي هي دي بقعتات، والحته الصغيره دي مسؤول فيها وقت السيلز النيوكليس والاوبيرالز والسيلز، كل حاجه مجموعه في البقعه الصغيره دي. الفرد بقى الكبير ده انكلوجن، حاجه جوه السيلز مش بتاكل السيلز، يعني الاوبيرالز بتاكل السيلز تقريبا. الانكلوجن موجوده في سيلز معينه، السيلز اسمها اديبوسايت. السيلز اسمها اديبوسايت. موجود موجود فيها فرد شكل مخزن كبير والجلايكوجين على النيوكليس والجلايكوجين اللي معاه. الجلايكوجين اللي موجود في الخلايا يعتبر انكلوجين. السبيلز اللي مصبوط فيها الخلايا يعتبر انكلوجين. جميل؟ الكاروتينويدز، عاملين كاروتينويدز؟ عاملين الجزر الشوكارت؟ الصبغه البرتقاليه اللي جواه اللي بتخلي على فكره لو حد فعلا اكل بياكل جزر بشكل مختلف يعني هيبتدي جسمه يلون. بيغطي من بره او ان هو بيبطل من جوه. زي
الاثنين عصر ايه؟ عصر ايه كام سطح؟ سطح بره سطح جوه. فتفضل يا اما ان هو بيغطي بره او بيغطي جوه. مجرد غطاء، غطاء ما هواش مسيح اساسا يعني. لو شلته ده عصر ده موجود صح؟ صح مش صح؟ هو بس دي طلاء من بره. بص شويه كده. ايه ده؟ حد يعرف؟ مين؟ جميل كده؟ دي الخلل بس طلع معايا. ايه الخلل الفلس؟ دي كده؟ الفلس بتاعتنا الخلل. يعني ايه دي خلايا؟ اسمها خلايا طبيعية. ده نسيج طبيعي. مش كل ده؟ لا، صف الخلايا ده اسمه نسيج طبيعي. جميل؟ فين بقى الخميلات؟ مين حد سمع الخميلات الثانوية؟ فين بقى هي السؤال؟ الانجلش مايكرو بلاي خميلات اسمها مايكرو يعني ايه؟ صغير فنقول بلاي اللي هي خميلات مايكرو بلاي خميلات حاجة بيتكلم سؤال على سطحها ازاي؟ فين في الصورة؟ مش موجودة في الصورة لا شايفين الخط التقيل ده؟ دي بقى ما تنساش اصلا يعني فاكر ان الدكتور في الثانوي كان بيعزمها لي مع الخليه يسحب بقى وبس ياخد لا هي ما تنساش حتى بتاعت الميكروسكوب لازم ما تلاقي في الميكروسكوب عشان تشوف دي الخميلات ده نسيج انتقالي شيء نسيج انتقالي اللي بعديها عندنا ايه؟ نسيج انتقالي من نكتب ايش؟ هات الصوره ده نسيج انتقالي اللي فوق ده الجميل دي الفلس جواها سيج بار من بره مغطيها بايه؟ سيج بار ده سيج بار فالبرجر نفسه لازم يكون فيها سيج بار من غير سيج بار مبقاش شغل مبقاش فيها غلط النسيج الضم هو اللي يعني اسم الضم الضم دي خلايا مجموعه على بعض بتسيبهم في بعض فمن غير نسيج الضم مبقاش شغل الاورجن بيتبني على سيج الضم. نقرب شويه عشان سيج الضم جوه. ايه ده؟ ده سيج الضم. عباره عن ايه؟ عباره عن ميتريكس برضه بس مختلف عن السيل. معاها خلايا في نقط دي. في نقط. دي خلايا وفايبرز. اليات. فاكرين لما قلنا في البايوكيمستري ان في بروتينز اوف ريتش تا سيلولار ماتريكس على هذا الاكسكي مش فاهمين الكلمة صح؟ في بروتين في الطريق يعني ايه اكسترا سيلولار ماتريكس؟ اكسترا يعني بره اكسترا ده برضه في ريفلكس معناها بره اكسترا سيلولار يعني بره الخلية ايه اللي بره الخلية؟ اللي بنقعد حاجة تانية في سائل بين الخلايا لا لا مش صح الكلام مظبوط بس اللي انت بتيجي من سائل بين الخلايا في الاول سائل بين الخلايا اسمه انترستيشن بمعنى ان هو جميل؟ اهو ده بين الخلايا. الانترستيشن في خلايا وبينها في ميتريكس وبروتينز اللي هي ايه؟ الكولاجين والبلازما حتى فاكر كانت دول؟ هم دول بقى كولاجين الحين ده كولاجين وبعدها ايه؟ البلازما. ده الانترستيشن. نعالج الانترستيشن عندنا ايه عشان نسيج؟ لا مش نسيج وعند سؤال عصبي نسيج عصبي مش 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 عندنا طبعا عارفين نسيج عصبي الاعصاب دي خلايا عصبيه في اللي هي اكسل من المحور المحور مع المحور مع المحور ايه دي؟ حزمه بندل والبندل مع البندل او الحزمه مع الحزمه دي عصب اللي هو النيرف ده نسيج عصبي بسرعه ولا عارف بقى التفاصيل اللي جوه اكتر بس تعرف في المنطقه اللي في المجال اللي عملناه بعد كده عندنا اخر حاجه نسيج العظم ده نسيج عظم ايه عظم العظم دي ايه نوعها ايه حاجه مخططه دي عظم مخططه سمعنا ازاي العظم بتاعتنا اللي هي هتفتح بعد كده لما نجيب الصوره دي اي صوره تقف فيها عظم الطول والرؤيه على جنب كده مجنوعه ده الطول كده على جنب تعرف انها ضخمه دي سبيل المصري ولا الفرنسي مصري زي هو الحاجات المشهورة بتاعتنا.
chapter special يسوع chapter 1 غير دقيق اللي انا بس كده على الصراط عليه ثلاثه كويسز طبعا الكويسز ما هوش كتير ما بيغطيش وريد الكويسز ما هوش بس كده ان شاء الله الكويسز ما هوش ايه بس مش عصام فالكويسز ده نوع خاص بالبريكتيشن بس هو ايه ده الكويسز يا رب شكل كويس صح الكارتج عبارة عن ميتريكس وخلايا وفايروس بس في فرق رئيسي نتكلم عن الوايروس تاني نوع ايه هو؟ البونز العظم نفس فكرة الكارتج بص كده سوري لا لا سوري مش على فكرة الاستخدام ده يعني المواد الفضلية ليست يعني كبراكتس خصوصا من دون معنى زي ما عملنا ما تشوفوا حالي يا صاحبي. ده سبب البول تحت الميكروسكوب. عبارة عن ماتريكس برضه وخلايا وبينها فايروس. ندوس آخر حاجة حجرة صح؟ بالظبط. لو فاكرين بس أنا إيه؟ إحنا قلنا تعريف البلد هو نسيج الضوء. البلد فعلا عبارة عن نوع خاص من نسيج الضوء. جميل؟ الصورة كده زي ما قلنا كده شايفين ده الصورة أكبر شوية دي إيه دي؟ دي وايت بلاد سيلز اللي هي الأنواع بتاعتها دي وايت بلاد سيلز ودي حلو دي كده الصورة بقى إيه الفرق اللي خلى دول سبيشال بلاس بريزنتيشن إيه اللي فرقهم عن بين أسماء؟ حاجة مثلا حاجة لا تشوف ها ما كل التشويه مش مصدر مش مصدر قول مش عارف مين قال؟ قلت ايه؟ مظبوط اسمه ايه؟ غير طبعا كان صح الماتريكس صح الفرق بين البديل التشويه العاديه والبون والكارتج والبون الماتريكس الكارتج الماتريكس بتاعته ها رابري بطاط شويه البون هارد صلب والضغط فلويد هل كل تيشرز فلويد؟ لا ده هو الضغط لان هو نوع خاص بيحتاج واحد بره ان هو الميل مش بتاعته فلويد مع ان عندي ميل مش فلويد جميل؟ تقدر تعمل تدريس في الشعر خلاص معنى؟ لا مش هتعمل نقطة مهمة جدا الأورجنز الأورجنز بتاعتنا عبارة عن تجميع من التيشرز خلي النقطة دي إن أنا ما درستش التيشو عشان أنسى التيشو أنا عايز أعرف التركيب العضو فأنا درست التيشو وخلاص بعد كده خلاص خلصت مع المنهج بس أنت صح مش صح إن بي والناس محتاجة إيه؟ دوتا بي دوتا بي دوتا بي دوتا بي 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 لحظة طيب في يعني كل المنهج بتاعه كلمات كده او اختصارات اي اي جي حاجات كده بس اول اسبوع الاي اي دي الكواشن هتقولوا عليها المفروض معاك الاي اي اللي هي بمعنى او اي انا جميل الاي جي اللي هي على ايه؟ اكزامبل حلو الخوض طبعا ده اصل الفكره اللي هو فيه يقول لك ان دي يعني اول بطاطس واني اشر بصل واني ناخد بالنا حاجات كده يعني بس المهم معانا كلها ملحوظه يعني هي بس انواع مختلفه من الاورجنز ناخد بقى حاجات التيشو خلاص ان السب اورجنز شوف التيشو ترتيبه ايه وشكله ايه وازاي تجمعه عشان تعمله درسوا ايه تاني عندكم اول حاجه الماسكر سيستم جهاز المعالج في عندنا فينز شايفين السؤال فين؟ يعني النمبر ده مش هفتكر وريد ارتر يعني شريان شايفين الكلمه دي؟ فالس يعني فالس سيرمون يسرمون جميل؟ تدرس الماسكر سيستم كل تفاصيله الشكل كله جوه تشوف الارتر شكله عامل ازاي من جوه تأثيره ازاي الارتر بصوا حتى بينا هنا ايه؟
ده المصري الاحتراف. الباقي مفيش ناس قوية، لو حد قرب عليه خط رفيع جدا من مصر ده فرق كبير بين البيني والمصري. تدخل تقربوا شوية كمان كده، انت كده صورت شوية كده، تقربوا شوية تعب كان ده قريب أكتر من كده كمان. هي دي مصر برسيستم عندنا سكين كده. طبعا شكل غير الأسئلة يا شباب خالص. ولما ترسموه على فكرة ترسموه رسمة غير رسمة أحيانا. ولكن